كانت نتيجة اختبار المتفجرات إيجابية لراكب يسافر إلى هونغ كونغ مروراً بهلسنكي. تتولى الشرطة الأمر بسرعة. أهناك أي شيء غير قانوني في حقيبتك أو على يديك؟ ممتلكاتي الشخصية وحسب. لا أعرف، لقد لمستها. أنذر جهاز المسح بوجود شيء في الداخل. نعم، وضعتها وابتعدت. أودعت حقائبي مع الأمتعة وهذه حقيبة يد. يصر الرجل على أنه لا يحمل أي ممنوعات. هل يمكنك تفتيش الحقيبة الآن؟ نعم. لا بأس في ذلك. لكن رجال الأمن سيفتشون. أيمكنني؟ نعم. شكرا لك. في الحالات التي ينطلق فيها إنذار أمني، هناك بروتوكول محدد تتدخل فيه الشرطة، وهم الذين يتولون المسؤولية. الحقيبة تظهر اللون الأحمر على الشاشة. يمكن أن يكون المسافر في ورطة. أنذر الجهاز بوجود متفجرات في حقيبة ظهره وثيابه وحتى يديه. هل تتذكر لمس أي شيء معين؟ ألعاب نارية أو مسحوق بارود؟ أنا مجرد عامل، لا أعرف. أنت تعمل في مستودع وتقوم بكافة أنواع الأعمال، أليس كذلك؟ أحمل البضائع وأفرغها. تحمل وتفرغ، ولا ترى ما هي المادة التي تحملها؟ يمكن أن تكون أطعمة أو... لا، أغلبها الملابس أو ما شابه. نعم، الأحذية أيضاً. ما زالت نتيجة الرجل إيجابية لوجود متفجرات. بالنسبة للشرطة، فإن العثور على حقائب سفره أصبح أولويتهم القصوى. الوحدة 12. علينا تفريغ حقائب المسافرين من الرحلة وإرسال كلاب الكشف المدربة إلى المدرج لإجراء تفتيش مبدئي، وبعدها ستجري فرقة تفكيك المتفجرات فحصاً ثانياً. ستنتقل العملية الآن إلى أرض المطار. صباح الخير، إننا من الشرطة، سنفتش حقائب المسافرين. تعمل الشرطة على إيقاف نقل الأمتعة. هل أنزلتم حقائب المسافرين؟ إنهما حقيبتان. لابد من أنها هي. تنضم وحدة خاصة إلى البحث. أيمكنك تأكيد بدء عملية التفتيش؟ تم التأكيد. وينتبه كلب الكشف إلى حقائب الرجل بسرعة. هذا حليب، حليب مجفف. يمكن للمتفجرات أن تكون مخفية في أي مكان. إنه شراب، شراب. لا يوجد شيء مشبوه في الحقيبة الأولى، لكن ما زالت هناك حقيبة لتفتيشها. كل ثانية مهمة، وأمن المطار قد يكون على المحك.